ماسك ايديكي وقلوب الكل حواليكي والحب يشتي عليكي ورد وبيلسان. قلبي بيدعيلك يا بنتي هالليل الشعلاني يا أميرة قلبي انتي سلمنا الأماني. قلبي بيدعيلك يا بنتي بهالليل الشعلاني يا أميرة قلبي انتي. And you.
يا رب الأطهار
الأشهر وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب تطلب. يا رب ارحم هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب تطلب. يا رب ارحم ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر كهنتي مكرمين شمامس الخدام المسيح جميع الكليروس والشعب إلى ربنا اطلب. يا رب ارحم لأجل عبد الله حازم وأمت الله ريم اللذان يقتريانا لشركة الزواج ولأجل خلاصهما إلى ربنا اطلب. بخيرهما إلى ربنا اطلب. يا رب ارحم لأجل أن ينتهي جاب معاناة بني وبناته والتمتع بكثرة الأولاد عيشة نائمة فيها إلى ربنا اطلب. يا رب ارحم ولهما ولنا جميع الطلبات الآئلة إلى الخلاص ولأجل نجاتهما ونجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم قدسنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم كاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة واردة إلى دائمة البكرية مريم وجميع القديسين ندى المسيح إلى دواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب وإكرام وسجود أيها الآب والابن والقدس كان وكل وان وإلى دهر الدائرين. مبارك أنت أيها الرب إلهنا مكمل العرس السري الطاهر ومشترع العرس الجسدي حارس النقاوة مدبر الصالح لأمور الحياة. يا من جبل الإنسان في البدء وأقامه بمنزلة ملك على الخليقة وقال: ليس حسنا أن يبقى الإنسان محضر الأرض فلنصنعن له معينا على شبهه. فأخذ ضلعا من أضاعه جبلها امرأة، لما رآها آدم قال: هذه الآن عضو من أعضائي وبضعة من لحمي، هذه ضلع امرأة لأنها من مر أخذت. يجي ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران كلاهما جسدا واحدا، ومن زوجهما الله لا يفرقهما إنسان. أنت أيها السيد الرب إلهنا أرسل الآن أيضا نعمتك السماوية على عبديك حازم وريم، وهب لهذه الفتاة أن تخضع لرجلها في جميع أمور الحياة، ولعبدك هذا أن يصبح رأسا لإمرأته ليعيشا بحسب مشيئتك. باركهما يا رب إلهنا كما باركت إبراهيم وسارة. آمين. باركهما أيها الرب إلهنا كما باركت يواكيم وحنين. باركهما أيها الرب إلهنا كما باركت زكريا وإليصابات. إذ أنزلت عليهم لك ليلة من السماء. انظر أيها الرب إلهنا والديهما لدين ربياهما، لأن صلوات الوالدين تثبت أساس البيوت. انظر أيها الرب إلهنا
إلهنا عبديك الاشنينين اللذين اجتمعا في هذا الفرح. آمين. اذكر أيها الرب إلهنا عبدك حازم وأمتك كريم وباركهما، أعطهما ثمر الحشر وجمال النسل واتفاق النفس والجسد، ارفعهما مثل أرج لبنان ومثل كرمة خصيبة، ارزقهما غلالا وافرة ليكتفيا من كل شيء فينمو في كل عمل صالح ومرضي لديه، وينذرا بني بنيهما مثل غروس الزيتون حول مائدتهما، وبعد أن يحسنا في عينيه يشرقان مثل الكواكب في السماء. بك يا ربنا الذي له المجد والعزة والإكرام والسجود، ولأبيه الأزلي وروحه القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لتكون له عونا وزوجه بها، لأنه هكذا حسن لدى عظمتك أن لا يكون إنسان محضر الأرض. فأنت الآن أيضا أيها السيد أرسل يدك من مسكنك المقدس واقرن عبدك حازم وأمتك ريم، لأن منك اقتران الرجل والمرأة اجمعهما بالاتفاق، كلمهما بالمحبة وحدهما ليصيرا جسدا واحدا، أنعم عليهما بثمر الحشى والتمتع بأولاد أصحاء وبسيرة غير ملومة، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان ويا دهر الداهرين. آمين. يكلل عبد الله حازم على أمة الله ريم على اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. تكلل أمة الله ريم على عبد الله حازم على اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. يكلل عبد الله حازم على أمة الله ريم على اسم الآب والابن والروح القدس. حياة سالك فأعطيتهما
فقالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكان هناك ست أجاجين من حجر موضوعة بحسب تطهير اليهود، تسع كل واحدة منها مطرين أو ثلاثة. فقال لهم يسوع: املأوا الأجاجين ماء، فملأوها إلى فوق. فقال لهم: اسلكوا الآن وقدموا لرئيس المتكئ. فقدموا، فلما ضاق رئيس المتكئ الماء المحول خمرا ولم يكن يعلموا من أين هي. أما الخدام الذين اتقوا الماء فكانوا يعلمون. دعا رئيس المتكئ العريس وقال له: كل إنسان إنما يأتي بالخمر الجيدة أولا، فإن سكروا فحينئذ يأتي بالدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه الآية الأولى فعلى يسوع في قاد الجليس، وأظهر مجده، فآمن بي تلاميذه حقا. نشهد على هذا الرباط المقدس الذي يجمع حازم وريم. هلا النعم اللي حكيتوها من شوي هذه نعم يوم بكره والى الابد، يوم بكره والى الابد بالمحبه وبالتنازل. شو يعني حب؟ الحب الزوجي جوهره قديش انا بضحي وقديش انا بتنازل، وليس الحب الزوجي طول عيون وعرضه، لا، انما قديش انا بضحي. اكيد مشواركم رح يكون ان شاء الله للابد بالحب والتضحيه، واحنا كل الموجودين اقربائكم نسايبكم حبايبكم جميعا واللي لبوا الدعوه يجوا يشتركوا معنا في هذه الصلاة، بتمنوا لكم كل نجاح كل توفيق، وربنا يبارك حياتكم. اليوم أهلكم من الطرفين صار دورهم بالصلاة، عشان هيك هلا من شوي حكينا في صلاتنا، لأن صلوات الوالدين والدكم والدتكم من جدين، لأن صلوات الوالدين تثبت أساس البيوت. نعم، تثبت أساس البيوت عندما بيصلوا لكم وانتم بتعيشوا الحب والتضحية والتنازل. ربنا يبارك حياتكم وإلى الأبد. نرفع أيدينا مع قلوبنا الآب السماوي حتى نصلي مع بعض على نية هذه العائلة إن شاء الله الجديدة، الأبانا اللي أعلنا إياها ربنا يسوع المسيح. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا أنفسنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا، ولا تدخلنا في التجارب. لا لك الملك.
الملك والقدره والمجد والآب والروح القدس آل كل أوام وإلى دار الداهرين شركة الزواج، لأنه قد تبارك اسمك وتمجد ملكك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. عظمك الله مثل سارة وأبا
أخرجك مثل رفقة وكثرك مثل رحيل. اهنئي برجلك حافظة طول الناموس، لأنه هكذا حسنا لدى الله. إلى ربنا الطول ورتب أن يضع هذان الكيلان على من جمعتما سنة الزواج واهما لهما ذلك بمثابة مكافأة على عفتهما، إذ قد تقدما قائل الكرام بالزواج الذي اشتراته. تبارك في رب هذين الكيلين عبديك المكرمين، واحفظ اقترانهما بغير اقتران. يشكرا دائما اسم القدوس ايها الاب والابن والروح القدس انا وكل اوان والى دار الداهرين. قد اتصلنا نحن عبيدك يا رب الى عبد هذا الوفاق الملائم، وكملنا خدمه العرس مثل ما جرى في قانا الجليل، واظهرنا ما له من الرموز. ارفع اليك المجد ايها الاب والابن والروح القدس أنا كل وان وإلى دار الداهرين. إلى ربنا الطب يا رب المجد لك أيها المسيح الرجل الزوج، ليرحمنا المسيح لنا الحقيقي الذي أظهر الزواج شريفا بحضوري في قانا الجليل، ليقدسنا بشفاعة أمي الكامل الطاهر قديسين المجدين الرسل الجديرين بكل مدينة، والقديسين الملكين توجهنا الله معزنين رسل قسطنطين وهلالس. هلا هم يتصوروا صورتين، اسبقوهم على الحوش عبين ما يتصوروا هم والاهل صورتين. الف مبروك مره ثانيه. Mm-hmm.
Thank you.
Mm-hmm.